مرحبا، كيفكن؟ كتير عالم لما بيقشروا الخضار بيتخلصوا من قشرة بالنفايات. اليوم رح أعلمكن طريقة كيف نستعملهم لنعمل منهم تشيبس. عندي هون قشور الجزر، البطاطا والبصل. أكيد نحن منغسل كتير منيح الخضار قبل ما نقشرها. هناخد هيدي القشور ونفردها، هناخد قشور البطاطا كمان ونفردها. هول بيعملوا لنا تشيبس كتير طيبين، بقرمشوا أكتر من الشيبس العادي. عندي قشور البصل كمان، نفردهم. هاخد شوي من زيت الزيتون، فيكن تحطوا عليهم بابريكا او اي نوع البهارات، بودرة التوم او اي شيء، واعشاب تعطرون فيها. انا هلأ رح اخلطهم بالزيت مع بعض مزبوط، بس بدنا نتأكد انه نحنا بعدناهن عن بعض كتير منيح. هلأ رح اخدهم على فرن محمى مسبقا على 200، النار من فوق ومن تحت، حنشوف قد ايه حياخدوا معنا وقت. هلا مثل ما شايفين بعد ربع ساعة بدرجة حرارة 200، النار من فوق ومن تحت، طلع عندي كريسبي تشيبس.